انت شكلك عامل حدود بينك وبين الشخص هذا، وشكلك بتعاند في الشخص هذا. احتمال انك انت يعني عامل مجهود في العمل، واحتمال انت حاسس نفسك انك انت خلص لازم ترفع الحدود وتوقف عطاء، لانه الشخص شافك انك انت عنيد، وهون تقطع طلع بعد انت بتعاند او بتدفعه لبرا. يعني انت يمكن شايفه انه هو فرحان ودخل علاقة اخرى، البعض منكم يمكن انت شايفه في زواج، لهيك انت بدك تزقه عنك لبرا. و انت شايفه، يمكن انت شايفه، انا شايفك انك انت شايفه مبسوط، لهيك انت ماخذ موقف مع نفسك، انت شايفه مبسوط ومرح وفرح وبيحتفل، يمكن بيحتفل في العمل، بيحتفل في علاقة أخرى مع شخص آخر، أو أنت شايف إن ده صداقات كتير على الإنترنت وعنده شغل على الإنترنت كتير وعنده معجبين كتير حواليه. أنا شايفك إنك أنت ماخذ موقف، يعني أنت ماخذ موقف عنيف، لأنه هو شايفك إنك أنت شخص عنيد نوعا ما، فأنت شايفه يمكن أنت عندك شوية غيظ انه هو مبسوط مثلا وفرحان، او بظهر لك هذا الشخص هذا الشيء انه هو فرحان ومبسوط وفي حواليه ناس كتير، يمكن انت حس نوع من الغيرة على هذا الشخص، وقررت انك انت تحط حد بينك وبينه لا يعرف مثلا قيمته، اطلقنا درس. طيب مين الشخص هذا؟ الان جدا 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 ومشوش جدا جدا، واصلا هو مش عارف منين يبلش عمله او شغله، والشخص هذا شيء على فكره بفكر فيك جدا جدا وبراقبك هذا الشخص، كان حس انه هون في حسره في قلبه، هو بيراقبك وبحبك جدا جدا وانت الاميه تبعته، وهو متلخبط في شخصيتك، شايفك كل يوم شخصية، كل يوم اندفاعي، كل يوم بتظهر له في شكل تاني أو في عمل تاني، وهو حاسس إنه مشاعره فاضت، يعني فاقدة بالنسبة اتجاهك عفوا، وبده يتواصل معاك هذا الشخص، بده يتواصل معاك. فانت يمكن انت اللي ماخذ الموقف في برج العذراء، وانت بتدفع في هذا الشخص عنك، وانت رفعت الحدود والاسوار بينك وبينه، وكانك قلت له انت بترفع نص السور انا بكمل السور كليه، يعني مثلا تركت هذا الشخص فانت كملت، يعني تركت انت كمان، يعني ابتعدت وطلعت بره حياتك. وانا حاسك انك انت ماخذ موقف لنفسك، متصلب الراي مش مشاعر. حتى يعني الثري اوف كابس يمكن انت شايف انه عاجبك وهو متواصل مع الناس ولافت نظرك شيء على مواقع التواصل او في العمل، اذا انتوا كنتوا مع بعض في العمل او اذا انتوا كنتوا في زواج، انت شايفه دخل طرف اخر في حياتك. عفوا بس صوتي يا جماعه شوي تعبان. فانت حاسس انه هو دخل طرف تالت بينكم، احتمال انه يكون بيحتفل مع الاسرة، انت شايفه بيحتفل مع الاسرة، في زواج عندهم، في خطوبة عندهم، عقد قران عندهم، في شيء عندهم، انت شايفه انه فرحان ومبسوط والاسرة حواليه او متجمع مع الناس او مع اصدقائه، بيطلع بيسهر مثلا، انت مراقب على فكرة، انت بتذوق فيه بس مراقب بنفس الوقت، واحسك ان نطاقك انت زي مش مغيوظ، زي معارض، تحسك معارض، عندك معارضة هيك، يعني معارضة، بس هو قلقان كتير كتير جدا جدا، وهو بتفرج عليك يعني على السوشيال، يعني أكتر إشي مراقبة، عامل لك أبراج مراقبة، هو بحبك جدا، لأنه بحبك جدا هو مراقب فيك. طب خلينا نشوف. نحط كرة النصيحة
توجينا أكتر في القراءة. هون بيحكوا لك كومفورت، منك الراحة، أنا معك في وقت الحاجة لمساعدة قلبك على الشفاء. مش بقول لك أنت شوي يعني، يمكن أنت بتحاول تحمي قلبك، يعني كأنك حاسس إن هذا الشخص دخل طرف بيناتكم، فأنت بتحاول تحمي نفسك، لكنك فيك حاسة إنه أنت زي مش مغيوظ، ماخد الأمور بجد بشراسة، فلاقيكم بيحكوا لكم بيساعدوا فيك إنه تشفي قلبك، ملاك الراحة يعني بيساعدوا فيك. طب خلينا نشوف يا جماعة، شوفوا يا جماعة بريوريتي غزل. مد طاقتك النار للآخرين، يعني بدك تطلع طاقة منك، لازم تسوي شفاء لقلبك. انت شكلك موجوع يا برج العذراء، او انت بدك شفاء، او مبلش في الشفاء لان انت في كامل قوتك، لكن مش الشفاء الكامل. يعني انت لسه في السبع سبنجات. انا حاسس انك انت يا برج العذراء زي بدك هذا الشخص، لكن بنفس الوقت رافضه، يعني عندك رفض وقبول، يعني كأنك بدك هذا الشخص لكن بدك ترفع برضه الحدود، زي بدك اياه بدك شيء. هون بيحكوا لك ان هاد يمكن انه اختبار، لقد قابلت بالفعل شريك الرومانسي الذي تبحث عنه، ما يكون هذا الشخص جديد وانت بتراقب فيه، وخايف انك تأذي قلبك لانك يمكن انت لسه مش متشافي من علاقة قديمة، فيمكن انت بتحاول انه تاخذ لنفسك وقفة مع نفسك، لانك انت لسه يمكن بتشفي قلبك من موضوع اخر او من ماضي انت مرقت فيه حسيت انه كان قاسي عليك، وانت بتراقب هذا الشخص ومعجب فيه، يمكن هذا الشخص جديد احتمال، وهو بحاول انه يلفت انتباهك يمكن على مواقع التواصل، يمكن يحتفل في العمل عندك، بحاول يلفت انتباهك انه في العمل انك تشوفه. هو الان لانه حس نفسه انه حبك فجأة، احتمال انه هذا مش ماضي جديد، شخص جديد في حياتك يا برج العذراء للبعض منكم. اذا كان هذا شخص من الماضي فانتوا في اختبار الحب، اذا في انفصال بيناتكم او اي شيء اخر. طيب الشخص هذا حاليا في طاقة الصراحة والوضوح، وحس انه في شوية غضب لانه هو زي في شيء مش قادر يوصل له، كأنه بحس نفسه انه بوصل لشيء معين وفجأة بحس حاله انه لا برضه ما وصلش للي بده اياه، يعني بتسلل وبيجي بيحاول انه يوضح نفسه ويظهر ويعمل شغلات انه يقدر ياخد طرف الخيط، لكن برضه بتفاجأ انه هو ما اخدش ولا من الخيط ولا اي اشي، بتفاجأ انه اخد اشياء مش صحيحة. يعني مثلا بيجي عليك مثلا و بيجي مثلا بيحكي لك مثلا انا بدي ارتبط وانا مفكر في زواج، وفجأة انت بتقول له طب ما ترتبط، يعني انا
ما عنديش يعني ليش بتحكي لي مثلا؟ هو فكر انه عمل هاي الخطة ياخد منك شوية كلام وانت بتروح تقطع معاه او بتعطيه شغلة يعني ما بتفيده، ما بتخدمه او بتخدم هاي العلاقة. هو حاليا يحس انه فاقد في شيء، لانه هو معجب فيك وكاس الحب متجه اليك، وهو حبك هذا الشخص، لكن هو حاسس انه بده يتسلل كتير طاقته واحساسه انه يتسلل كتير ليقدر يوصل هل انت بتحبه او معجب فيه. تميل هذا الشخص تراس جديد مش من الماضي، هلا بنشوف اذا من الماضي عفوا. فالشخص هذا عباله يوضح اشي، لكن طريقة طاقته انه بده يوضح ويحكي ويطلع يلفت انتباهك او انتباه الاخرين حواليه، لكن بطريقة مش هو الشخص شخصيته، هو طريقة تسلسل بطرق ملتوية، يعني يدخل من الباب اللي ورا مش من قدام، يعني من الباب اللي بيجي لغرفة تانية لحتى يوصل الصالة والمطبخ وشيء هيك، يعني يلف ويدور وهيك اعتقاد ان هيك الاشي بتوضح له، لانه هو جاي عباله انه او طاقته او تركيزه انه بده شيء يتوضح له، بده شيء يتوضح له، لو بده يلف ويدور، او هو احساس انه هو واضح وانت بتلف وتدور ومش معطيه الصافي، هو حاسس حاله انه بده الصافي، طاقت انه بده توضيح وبده تعترف وبده خلص احكي مشاعرك كلياتها بدون ما لف ودوران. هو حس انه في لف ودوران، او هو بده يلف دور عشان يوصل لطرف خيط معين من شيء معين منك، من عمله هو عمله، يمكن هو حرفي فنان وهو مشهور على السوشيال ميديا، او هو مثلا شخص ممثل ومتعدد الشخصيات وهو ظاهر على السوشيال. احتمال هذا الشخص احتمال هو فنان وبيظهر على السوشيال، احتمال هو كمان احتمال هو يعني انا شايفه انه هو في طاقه البيت واضح او بيعمل اشي واضح او شغله عالمي، شغله عالمي هيك هو في الطاقة هاي، بس هو حاسس انه بده يوصل لشيء معين، في شيء معين الشخص ده يوصل له. طيب او يمكن هو بدور على الغزل، بيجي بلف بدور زي ما حكيت لك عشان يدور على الغزل بيناتكم. مشاعر من ناحيتك البيج اوف كابس، هو بيج وبيج، مشاعر بيت، لكن هو شايفك انك انت متجمد، والشخص ده معجب فيك جدا، ويمكن عرض عليك الحب هذا الشخص، وشايفك انت متجمد وما تحركت مشاعرك، فصار بده يلف ويدور عشان ياخذ توضيح لنفسه، هل انت بتحبه؟ هل انت معجب فيه؟ هل انت جاد معاه؟ هو شايف انه بده يلف ويدور شوي معاه ليقدر يوصل لمشاعرك، لانه هو عارض عليك الحب، لكن هو شايفك انك انت متجمد، مش معطيه يعني مش معطيه لي حق ولا باطل، وشايفك شاعر انه انت بتطلع عليه بطرف عينيك بتحكي له بالله يعني عن جد انت بتحكي هيك، طب انا شو اعمل مثلا؟ يعني ماخذ الامور شوي بجديه استهزائية، يعني كانك مستهزئ في الموضوع، هو جدي وانت شوي لما برت طاقتك انت يعني بتحمي حالك من هذا الشخص، وهم بيحكوا لك انه ايش في قلبك، فانت بتطلع عليه ب انه انت شخص ناضج مرقت بعلاقة قبل هالمرة ومش مستهزئ، لان انت مثلا حاسس ان الشخص التافه، لا انت حاسس انك انت نضجت، وهو شايفك انه انت ناضج، يعني ويمكن مرقت بعلاقة قبل هالمرة وخلتك انك ما تقدرش تصدق اللي بيقدم لك كاس الحب، فانت بدك تشوف مشاعره هل هي صادقة او لا، بس بدك تبين له انك انت جامد، انك معجب فيه انت وشافك هيك انك جامد،
ومتعصب شوي نوعا ما. احتمال ان على فكرة انت تكون اكبر منه سنا وتكون انت كنت مستقر في زواج او مستقر في علاقة، واحتمال انت بترعى اسرة. هيك وشافك شوي بده يلف ويدور لحتى يقدر يوصل لك، لانه هو شافك اللافرز متوازن، وشافك انت عارف قيمة نفسك. فكرة يا جماعة، هاي القراءة طلعت لعلاقة جديدة مش من الماضي، مش حاسسها من الماضي، لانه هو شافك انك انت شخص عنيد جدا ومحقق كل انجازاتك، او انت مستكفي بنفسك، يعني فاهم قدر نفسك. احتمال تكون انت قاعد على السوشيال مشهور ومحقق كل نجاحاتك مثلا عن طريق الشهرة والناس حواليك، لكن مو شايف انك انت عندك انجازات، وشايفك ان انت الامية تبعته. وبحبك، الشخص بحبك جدا جدا جدا، منجذب لك بطريقة كبيرة. هذا الشخص شايف ان انت زي ملك الحب، هبطت علي يعني مرة واحدة نزلت عليه، بس شايفك شخص عنيد وشاعر انه انت مستكفي بما لديك ومستقر ومش بحاجة علاقة. خلينا طب نشوف نواياه خطوته. احتمال هذا الشخص بواجه في عمله أشخاص بحاولوا يتسلل لعمله.